وللوقوف عند أبرز المستجدات في حورة والنقب نستضيف معنا الدكتور نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء في النقب. أهلا وسهلا بك دكتور. بداية، ما هي صورة الوضع من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا في النقب؟ نحن نتحدث ما يقارب 210 حالات إصابة في النقب بشكل عام، في مدينة رعد 58 حالة، في عرعر النقب 16 حالة، وحتى صباح هذا اليوم في حورة 121 حالة. ولكن نعلم أنه خلال الساعات الأخيرة هنالك ازدياد في الإصابات، إصابتين في رهط وما يقارب 20 إصابة إضافية في منطقة حورة. ننتظر النتائج الرسمية، ولكن الوضع بشكل عام كنا نتوقع أن تكون زيادة خلال الأيام الأخيرة، ولكن الوضع أصبح أكثر مقلقا الصراحة بسبب هذا الارتفاع بهذا العدد بشكل يومي. بالطبع بالرغم من الإغلاق على الحارتين في حورة، بالرغم من الالتزام الكبير من قبل المواطنين بالتعليمات، كنا نتمنى أن تبقى أن تبدأ هذه الأعداد بالانخفاض. نتأمل أن تكون في الأيام الأخيرة، خاصة أننا نتحدث عن جو عام في أعداد إصابات جديدة منخفض جدا، قد تصل أقل من 100 في اليوم وبعض الأحيان أقل من ذلك بكثير. نتأمل أن يكون هنالك متفائلون أن تكون الأعداد أفضل في الأيام القادمة. نعم، بالحديث عن حورة على وجه التحديد، هل سوف يستمر الإغلاق على الأحياء الثلاثة في حورة؟ الإغلاق ما زال مستمر الآن، سيكون بالطبع تقييم مجدد من قبل وزارة الصحة والوزارات المعنية والحكومة، وبناء على المعطيات عمليا سيتخذ القرار بتمديد الإغلاق أم لا. بالطبع الإغلاق هو شيء جديد لا غير متعود عليه المجتمع بشكل عام، وبالتالي له إيجابيات وله سلبيات، ولكن في نهاية الأمر هو الحل الأفضل والقرار سيكون مهني. قد يكون إن استمر هذا العدد في الارتفاع من الإصابات بشكل يوم، من المتوقع أن يتم تمديد. نعم. هل هناك تذمر من قبل المواطنين إذا الإغلاق؟ نعم، الإغلاق أصبح الآن أمر واقعي في الساعات الأولى، وقد يكون اليوم واليومين الأولين كانت صعوبة كبيرة، ولكن مع الوقت أصبح المواطنين متعودون على هذا الإغلاق. وعندما خاصة نقوم بالأعمال التوعية والأهل نفسهم وجميع المجلس المحلي، غرفة الطوارئ، نحن رابطة الأطباء واللجانب المحلية، الجميع يقوم بالتوعية بخصوص الإغلاق، أنه عمليا الهدف منه في نهاية الأمر مصلحة السكان وليس ضد السكان. وعندما يكون هذا هو الهدف، توقف التفشي للوباء والمصلحة العامة هي للجميع، أعتقد أن يكون هنالك عمليا تعاون. نعم، عدا عن رهط وحورة، هل هناك مناطق أخرى في النقب يستدل إلى وجود خطر بتفشي الوباء فيها أو انتقاله إليها؟ المنطقة الثالثة هي منطقة عرعرة في النقب، امتدت 19 حالة حتى الآن لم تشفى منها أي حالة، وبالتالي هنالك إمكانية ازدياد تفشي للوباء. رهط نسبيا الوضع 60 حالة لمدينة ما يقارب 65 ألف ليس بالتفشي الكبير، وبالتالي نتأمل أن يبقى هذا الوضع بهذا الشكل. وبالنسبة لطلاب المدارس، هل سيعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة في النقب؟ بشكل عام طبعا قرية حورة هذا الموضوع لغير مطروح نهائيا في هذه الفترة. بشكل عام في الوسط العربي الموضوع يتم تقييمه أسبوعيا، وكان القرار الأسبوع الماضي عدم الرجوع. لابد أن تكون هنالك معايير، لابد من تجهيز المدارس حتى نستطيع أن نقرر أو من صاحب القرار إرجاع الطلاب إلى المدارس. وفي الوقت الحالي ما نراه على أرض الواقع في الحق، لا نرى أن هنالك تجهيزات كبيرة، لا تعقيمات أو تجهيز مواد التعقيم، لا نرى أن هنالك تجهيز للمدارس للصفوف أن تكون هنالك أعداد قليلة من الطلاب، وبالتالي لابد في بداية من تجهيز الحقل والمدارس حتى يعود الطلاب. وبالمقابل نعلم أنه خلال فترة شهر رمضان الأعداد الطلاب الذين يذهبون للمدارس هو قليل. أنا شخصيا رأي التوجه على أن تكون الرجوع أصلا بعد عيد الفطر السعيد. نعم، الدكتور نعيم أبو فريحة يعني رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.